نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي في غانا. غداة غارة إسرائيلية على ميناء الحديدة، جماعة الحوثي تعلن استهداف منطقة إيلات بصواريخ باليستية، ومصر تطالب الأطراف كافة بضبط النفس. الجيش الإسرائيلي يبدأ استدعاء 1000 فرد من اليهود المتزمتين أو ما يعرف بالحريديم للتجنيد، ما يزيد من حدة الضغوط الداخلية على بنيامين نتنياهو. تمام العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم عبر قناة النيل للأخبار، أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي على الطابع الوثيق للعلاقات بين الشعبين المصري والكيني وتطلعهما للارتقاء بكافة مجالات التعاون ودفعها إلى أفاق أرحب خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من نظيره الكيني ويليام روتو، تناول عددا من الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، كما ناقش الرئيسان سبل مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة، مشددين على أن التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية الشقيقة يعد عاملا أساسيا لدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب القارة الأفريقية. يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم كلمة خلال البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية النيباد في تعزيز التكامل الأفريقي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية. كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد وصل إلى أكرا عاصمة غانا للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات السادسة لاجتماع منتصف على ضوء رئاسة مصر الحالية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية نيباد. أكد رئيس مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية مشيرا إلى الدور المأمول الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز التجارة بين الدول الأفريقية. جاء ذلك خلال لقائه سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي ميني على هامش زيارته لغانا لحضور اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي. وأوضح مدبولي أن مصر تدعم سكرتارية الاتفاقية في سبيل تحقيق التكامل ومواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه أعرب السيد وامكيلي ميني عن تقديره لدعم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لسكرتارية الاتفاقية من أجل تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية. وعلى هامش الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة بعاصمة غانا أكرا، التقى وزير الخارجية والهجرة دكتور بدر عبد العاطي نظيره النيجيري يوسف ماتياما توجارا. خلال اللقاء أكد وزير الخارجية الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر ونيجيريا وتطلع مصر للبناء عليها وعلى إمكانيات التعاون الكبيرة بين البلدين لتحقيق انطلاقة على صعيد العلاقات الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بالشق التجاري والاستثماري. من جانبه أكد الوزير النيجيري أهمية ترفيع العلاقة بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، معربا عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون في عدد من القطاعات الحيوية. كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه. خلال اللقاء
أكد وزير الخارجية حرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة، لا سيما في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة. أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية على الأراضي اليمنية لكونها تزيد من تصاعد حدة التوتر الحالي على الجبهات كافة. وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل صون أمن واستقرار المنطقة، مكررة التحذير من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة على إثر الأزمة في قطاع غزة. ودعت مصر والأطراف كافة لضبط النفس والتهدئة وتجنب الانزلاق لفوضى إقليمية، مطالبة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الاطلاع بمسؤولياتهم من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيس في ارتفاع حدة التوتر والتصعيد الإقليمي الحالي. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع اليوم أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية حيث استهدفت منطقة إيلات في إسرائيل بعدة صواريخ باليستية. في المقابل أكدت إسرائيل أن دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخ سطح كان يقترب من إسرائيل وأطلق من اليمن. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في مدينة إيلات في وقت مبكر اليوم، مما دفع السكان إلى الفرار إلى الملاجئ. كانت جماعة الحوثي قد توعدت بمهاجمة أهداف حيوية في إسرائيل ردا على الغارة الإسرائيلية التي نفذتها تل أبيب في ميناء الحديدة في اليمن وأوقعت 3 قتلى و87 مصابا على الأقل. أولى ضربات إسرائيل المعلنة ضد اليمن، غارات جوية عنيفة شنتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية غداة تبني الحوثيين هجوما بمسيرة أسفر عن مقتل شخص واحد في تل أبيب. المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية قال إن الجماعة لن تتردد في مهاجمة أهداف حيوية في إسرائيل. من جانبه قال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين باليمن إنه سيكون هناك رد مؤثر على الضربات الإسرائيلية على الحديدة. وأعلنت جماعة الحوثي عن سقوط عدد من القتلى والجرحى جراء شن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفة منطقة ميناء الحديدة اليمني. وأوضحت أن الغارات الإسرائيلية تنفذتها 12 طائرة من طراز F-35 مستهدفة خزانات وقود بميناء الحديدة، حيث انطلقت المقاتلات من قاعدة نفتيم في النقب باتجاه البحر الأحمر. وعلى الجانب الآخر أكد جيش الاحتلال أن مقاتلاته قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في منطقة ميناء الحديدة في اليمن. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن الميناء الذي هاجمه جيش الاحتلال في اليمن يستخدم في أغراض عسكرية، محذرا من أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بكل الوسائل. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إسرائيل قصفت الحوثيين في اليمن لتوجيه رسالة وردا على مقتل مواطن إسرائيلي، وأضاف أن الحوثيين هاجموا إسرائيل أكثر من 200 مرة. وقال الناطق باسم الجيش دانيال هاجاري إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم كطريق إمداد رئيسي لإيصال الأسلحة الإيرانية من إيران إلى اليمن. وأكد هاجاري أن الغارات نفذها الجيش الإسرائيلي بمفرده، موضحا أن إسرائيل أبلغت حلفائها بالأمر. وتأتي الغارات الإسرائيلية غداة هجوم تبناه الحوثيون ونفذ بمسيرة، مما أدى إلى مقتل شخص في تل أبيب. قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم الإسرائيلي في اليمن ولم تساعد إسرائيل فيه. أضاف كيربي أن إسرائيل لم تنسق مع الولايات المتحدة قبل الهجوم على اليمن، مؤكدا أن واشنطن تعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على حد قوله.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة البحرية البريطانية أن ربان سفينة تجارية أبلغوا عن تعرضها لهجومين على بعد 64 ميلا بحريا شمال غرب مدينة المخا باليمن. وأوضحت الهيئة أن الهجوم الأول وقع بواسطة نظام جوي غير مأهول يشتبه فيه أنه طائرة مسيرة وانفجر بقرب السفينة، مما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة فيها. أما الهجوم الثاني فقد وقع بواسطة زورق مسير انفجر على مقربة من السفينة، ولم تذكر الهيئة في بيانها هوية السفينة أو الجهة المالكة لها. يذكر أن الحوثيين يشنون هجمات متكررة على سفن مرتبطة بإسرائيل على خلفية الحرب المستعرة في غزة. يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم استدعاء 1000 شخص من اليهود المتشددين للخدمة بالجيش. من جانبهم قال قادة اليهود المتشددين إن إجبار طلاب المعاهد الدينية على أداء الخدمة العسكرية إلى جانب الإسرائيليين العلمانيين ومنهم النساء ينذر بتدمير هوياتهم بوصفهم يهودا متدينين. تأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكما الشهر الماضي أمرت فيه وزارة الدفاع بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش. كان اليهود المتشددون أو الحريديم يتمتعون بالإعفاء من أداء الخدمة العسكرية منذ فترة طويلة عندما كانت أعدادهم لا تزال صغيرة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، حيث استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة وقصف مبنى سكني في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة عدد آخر بجروح. كانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 38,919 شهيدا و89,622 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. ففي بلدة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة استشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي منشأة تأوي نازحين في البلدة. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن كذلك غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين. وسائل إعلام ومسعفون قالوا إن غارة إسرائيلية استهدفت مخيما يأوي عائلات فلسطينية نازحة، ما أسفر عن استشهاد 10 على الأقل. كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدة في أنحاء القطاع أسفرت عن استشهاد 39 فلسطينيا على الأقل، بينما توغلت دبابات الاحتلال في غرب وشمال مدينة رفح الفلسطينية. حرب ضروس لا تفرق بين حجر أو بشر أسفرت حتى الآن عن استشهاد قرابة 39,000 فلسطيني وإصابة نحو 90,000 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي. تواصل السلطات المصرية جهودها المكثفة في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي، في حين يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون دخول أكبر عدد من هذه المساعدات. مشاهدينا، وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن مباشرة الزميل علي فتحي مراسل النيل للأخبار. الزميل علي، أهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير، ولو تضعنا على آخر التطورات عندك على أرض الواقع.
صباح الخير محمد في البداية، وصباح الخير أيضا على السادة مشاهدي النيل الأخبار. يعني بالفعل نحن في مدينة العريش لمتابعة الجهود المصرية الحثيثة لدخول المساعدات الإنسانية وأيضا المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم منذ احتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وإغلاقه بشكل تام. يعني دعني أقول لك محمد أن خلال الأسبوع الماضي منذ يوم الجمعة الماضية وحتى أمس السبت على مدار أسبوع كامل أو 8 أيام دخلت نحو ما يقرب من 100 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية فقط، وأيضا قرابة 38 شاحنة محملة بالمواد البترولية أغلبها من يعني كانت محملة بالغاز والسولار، ما يعكس التعسف والإجراءات التعسفية من قبل سلطات الاحتلال في منع أكبر قدر ممكن من الشحنات الإغاثية والمواد الإغاثية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يعكس بطبيعة الأمر صعوبة استمرار الحياة بهذا الشكل، وأيضا الحرب الضروس القائمة منذ يعني 89 يوم بعد المائتين، اليوم هو اليوم 89 بعد المائتين لهذه الحرب منذ انطلاقها في 7 أكتوبر، ولكن يعني سلطات الاحتلال تقوم بكل الطرق وكل السبل لمنع وتقليص أكبر عدد من شحنات المساعدات الإغاثية ومنع وصولها أيضا للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم. الحجج كثيرة وأبرزها طبعا يعني حجة يوم السبت أن الجهاز الإداري واللوجستي في دولة إسرائيل أجازة بطبيعة الحال، ف يعني أمس وأول أمس لم تدخل أي شاحنة محملة بأي مواد إغاثية أو مواد إعاشية أو حتى محروقات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم أو من أي مكان. إليك محمد. الزميل علي فتحي مراسل النيل للأخبار، أشكرك شكرا جزيلا. أعلنت إسرائيل قصف مستودع ذخيرة لحزب الله بجنوب لبنان. في المقابل استهدف حزب الله اللبناني تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المنارة بقذائف المدفعية. لا تزال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان موجعة تطال جماعة حزب الله طارة تلو الأخرى. جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات على مستودع ذخيرة لجماعة حزب الله في بلدة عدلون الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمالي الحدود اللبنانية مع إسرائيل، أدت إلى سلسلة من الانفجارات المدوية أسفرت عن إصابة 4 مدنيين. وما بين قصف ورد استهدف حزب الله اللبناني قوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالبقاع الغربي في جنوب لبنان بقذائف المدفعية وأصابه إصابة مباشرة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الحزب استهدف مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة وأصابوها إصابة مباشرة. شمال إسرائيل أيضا لم يكن بمنأى عن ضربات حزب الله وحركة حماس، حيث تم إطلاق 10 من صواريخ الكاتيوشا على منطقة دفنة الواقعة شمال إسرائيل للمرة الأولى، فضلا عن هجوم جوي بسرب من المسيرات على مرابض المدفعية والصواريخ في الزعورة بالجولان السوري المحتل، مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها. ويتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بشكل يومي منذ أدى الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في قطاع غزة. قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن الانتخابات المقبلة في بلاده ستكون الأكثر أهمية. وخلال تجمع انتخابي في ولاية ميتشيغان شدد ترامب على نجاح الحزب الجمهوري في تحقيق أهدافه على مدار الأيام الماضية.
صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية ودرجة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث والبكالوريوس في التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجا لقطاعات وزارة الداخلية. رجال الشرطة عيون لا تنام لحماية أمن الوطن واستقراره. صدق السيد محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2024-2025 من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والأزهرية للعام الحالي أو الماضي بحد أدنى 65% ومن الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بحد أدنى تقدير مقبول. أعلن ذلك مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد بالأكاديمية تم خلاله أيضا الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات في التخصصات التي تمثل احتياجا أساسيا لوزارة الداخلية بتقدير جيد ومن بينها أقسام كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وكذا تم الإعلان عن مواعيد التقديم لكل مؤهل. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية، الشهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2023، الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الدراسي 2023، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجات لقطاعات الوزارة للعام الدراسي 2023، وبالنسبة للطب البشري للعامين السابقين 2023-2022 تبدأ إجراءات الالتحاق اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21/7/2024 حتى يوم الخميس الموافق 15/8/2024 ولمدة 26 يوما. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية لهذا العام 2024 وطلبة الدور الثاني، الحاصلون على شهادة الثانوية من الخارج، الدبلومات الأجنبية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لهذا العام 2024 تبدأ إجراءات الالتحاق اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/8/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 29/8/2024 ولمدة 29 يوما. الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، بكالوريوس التربية الرياضية إناث لهذا العام 2024، الحاصلون على المؤهلات الجامعية بكالوريوس ليسانس ماجستير دكتوراه في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2024 وتبدأ إجراءات التقدم اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1/8/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024 ولمدة 43 يوما. يتم التقديم وإعلان النتائج من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت والذي يتضمن كافة ضوابط ومعايير القبول والمؤهلات والتخصصات المطلوبة وسط تيسيرات تقدمها الأكاديمية للمتقدمين. يكون التقديم للالتحاق وكذا متابعة نتائج الاختبارات من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت بالنسبة لجميع المتقدمين، وذلك تيسيرا على الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحميلهم مشقة السفر للقاهرة للوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة. قامت الكلية ولأول مرة هذا العام بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين من وثيقة خطية إلى وثيقة إلكترونية. يقوم الطالب المتقدم بملء بياناتها عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت. يخضع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لاختبارات بدنية وثقافية وصحية ورياضية لانتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بهذا الصرح المتميز الذي يعد مصنعا للأبطال.
تم الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من حملة مؤهلات الثانوية العامة وما يعادلها والأزهرية والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية، حيث يتسابق الآلاف من الطلاب للالتحاق بهذا الصرح الأمني العلمي التدريبي المتميز الذي يحرص على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين لحمل رسالة الأمن السامية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. في إطار تحسين البنية التحتية ورفع مستوى المرافق العامة، تفقد محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبد المعطي أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق كفر الشيخ الدائري، كما قام بعدة زيارات مفاجئة للمراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين. كما قام محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم بمتابعة المشكلات التي تواجه عمل المرافق الخدمية، في حين التقت محافظ البحيرة جاكلين عازر بقيادات حزب حماة وطن بالمحافظة. ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجاري المائية بجانبي طريق كفر الشيخ الدائري، تفقد الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ أعمال توسعة ورصف طريق دائري عاصمة المحافظة التي يتم تنفيذها بطول 950 مترا. المحافظ وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والجودة المحددة. وفي زيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مسير، تابع محافظ كفر الشيخ تلقي الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء وخدمات الشباك الواحد المتكاملة، وكلف المحافظ بسرعة إنهاء وفحص طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدا دور المركز التكنولوجي في تسهيل إجراءات التصالح وتوفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات. وزار محافظ كفر الشيخ وحدة طب الأسرة بمدينة مسير لمتابعة العمل بمختلف أقسامها والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. وكلف المحافظ برفع مستوى الخدمات الصحية وتوفير الأدوية وكفاءة عمل الأجهزة الطبية. وفاجأ المحافظ بزيارته الوحدة المحلية لمدينة مسير والتقى المواطنين، وشدد على رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات وحسن معاملة الأهالي. وللوقوف على سير العمل بمرافق المحافظة ومتابعة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين والعمل على حلها، أجرى الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا جولة تفقدية بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة. جولة المحافظ شملت زيارة لمستشفى نجع حمادي العام للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى. المحافظ تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى والتقى بالمرضى واستمع إلى شكواهم، ووجه بإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تحول دون تقديم الخدمة للمرضى على الوجه الأمثل. كما زار المحافظ مركز الشباب بإحدى قرى نجع حمادي وأكد ضرورة تنفيذ برامج صيفية مكثفة لاستيعاب الشباب والفتيات خلال الإجازة الصيفية بما يتناسب مع طبيعة المجتمع القنائي. وتفقد المحافظ أيضا مركز الخدمات التموينية بالقرية للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. الجولة شملت كذلك تفقد مشروع السوق الحضري النموذجي الذي يتم إنشاؤه للقضاء على الأسواق العشوائية. ولمتابعة مستويات الأسعار بالمحافظة، زار محافظ قنا أحد المجمعات الاستهلاكية بوسط نجع حمادي وشدد على ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات كافة مع محاربة ظاهرة استغلال المواطنين. وبالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، زار الدكتور خالد عبد الحميد المركز التكنولوجي وتابع الخدمات التي يقدمها المركز، وشدد على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين. كما تفقد مجمع الشوادر الجديد بقريته المقرر افتتاحه وتسليمه للمنتفعين منتصف أغسطس المقبل للحفاظ على المظهر الحضري للمدينة. وتفقد محافظ قنا مدينة الأمل الجديدة للوقوف على سير العمل بها في إطار التوسع نحو إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للخروج من الوادي الضيق إلى آفاق أكثر اتساعا. وفي البحيرة التقت المحافظ الدكتورة جاكلين عازر قيادات حزب حماة الوطن، وأكدت ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الأحزاب كافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. مشاهدينا، ودائما ختام نشراتنا تذكير بأبرز ما جاء بها من أنباء.
نيابة عن الرئيس السيسي، رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي في غانا. غداة غارة إسرائيلية على ميناء الحديدة، جماعة الحوثي تعلن استهداف منطقة إيلات بصواريخ باليستية، ومصر تطالب الأطراف كافة بضبط النفس. الجيش الإسرائيلي يبدأ استدعاء 1000 فرد من اليهود المتزمتين أو ما يعرف بالحريديم للتجنيد، ما يزيد من حدة الضغوط الداخلية على بنيامين نتنياهو. انتهت نشرة الأخبار، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت نايل.eg. شكرا لكم على طيب المتابعة.